لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور علي بعد التحية. يعني ما بين وضع اقتصادي متهالك مرورا بخطة اقتصادية بخطة استراتيجية طموحة ومشروعات قومية شتى في كل المجالات وصولا إلى هذا الذي نشهده الآن من إنجازات والكثير من المشاريع القومية الطموحة، كيف تقيم لنا هذه السنوات من وإلى هذه اللحظة التي نحن فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا يعني 8 سنوات كان فيهم يمكن مجهود كبير جدا وإصلاحات اقتصادية ضخمة الدولة بذلتها. كان في تعاون واضح ما بين كافة مؤسسات الدولة لإنجاح هذه الخطوات الاقتصادية. متابع طبعا سيادة الرئيس محدش يقدر ينكر أهميتها في كتير من الملفات اللي كانت المتابعة ديت سلاح قوي أمام بيروقراطية وروتين كانت بتعطل لفترات طويلة جدا عديد من الخطوات، ودي كانت نقطة مهمة جدا زي إن الاجتماعات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وللإصلاحات الاقتصادية والخطوات اللي احنا بنقوم بيها اكيد كانت مهمة جدا، وقدرت ان هي تساهم طبعا في انجاز عديد من المشروعات في جدول زمني قياسي. كمان ازاي ان في ال8 سنوات ديت قدرنا ان احنا ننجح بنسبة كبيرة ان احنا نهيئ مناخ الاستثمار لدينا. جزء من تهيئة مناخ الاستثمار كان مرتبط باستقرار سياسي وامني، وجزء اخر مرتبط بتوفير البنية التحتية اللازمة، حل مشاكل كنا بنعاني منها أبرزها ملف الطاقة واللي كان يمكن للأسف الشديد واحد من أهم المعوقات اللي كنا بنواجهها أمام كلمة المناخ وتوظيف وتطويع المناخ العام في مصر لكي يكون صالحا لهذه الخطة الاستراتيجية الخطة الاقتصادية الطموح والتي نلحظ إيجابيات كثيرة على الأرض من مشاريع قومية وغيرها. هنا أسألك عن فكرة التكاملية في التنفيذ، التكاملية في المتابعة، التكامل بين الوزارات المختلفة والهيئات المختلفة لإحداث هذه الطفرة، وما نلحظه من كل مشروع متكامل على الأرض نلحظ فيه هذه التكاملية دكتور؟ احنا كنا بنعاني العقود كثيرة جدا من فكر الجزر المنعزلة، فكرة ان كل وزارة او هيئة بتبحث عن دورها فقط، لكن عملية التنسيق كانت للأسف الشديد ما كانتش واضحة لفترات طويلة جدا، وده اللي كان بيأخر عديد من الخطوات. الوقت الراهن لا احنا شايفين طبعا في تنسيق واضح جدا وتعاون ما بين كافة المؤسسات والهيئات لتحقيق الرؤى الاقتصادية بالنسبة للدولة. نعم، تنسيق، تكاملية، تنفيذ ومتابعة على الأرض. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد.